في ذات الوقت الذي يعني يعلم الجميع بأنه ليس هناك هاون، يعني الحرب ليست هواية، وبالتالي الإيراني المعروف بعقله البارد وبهدوءه وباتزانه وبقدرته واستعداده للتضحية في سبيل أهدافه، أثبت اليوم بأنه رغم كل هذه المصاعب ليس مسموحا المس بالخطوط الاستراتيجية العريضة، ليس مسموحا خلط الأوراق بشكل يؤثر بشكل استراتيجي على النتائج، بمعنى التضحية مقبولة أيا تكن شريطة أن لا نخسر هذه الحرب الاستراتيجية أيا تكن المعطيات وأيا تكن الاستعصاءات.